درس الرابع بعنوان محمد علي وبلاد مصر الحديثة. مظاهر بناء الدولة الحديثة في عهد محمد علي. أول حاجة هنتكلم فيها البناء الاقتصادي. علي نظم محمد علي مجالات الاقتصاد المصري على أساس الاحتكار. طب إيه هو الاحتكار؟ النظام تقوم فيها حكومة متمثلة في محمد علي بتحديد نوع البلاد التي تزرع ونوع المصنوعات التي تنتج، وكمان بيحدد اثمان شرائها واثمان بيعها في السوق. طب لما يقول ينظم محمد علي مجالات الاقتصاد المصري على اساس الاحتكار، بما يفسر هو ليه عملها على اساس الاحتكار؟ لكي يضمن الدخول والمنافسه في سوق التجاره الدوليه. ايه هي مجالات الاقتصاد المصري؟ اولا الزراعه اللي هنتكلم فيها. قام محمد علي بعده امور للنهوض بالزراعه، الدليل على ذلك الغى نظام الالتزام اللي كان شغالين بيه قبل كده، اتباع سياسه زراعيه تهدف الى توفير اكبر قدر من الانتاج الزراعي، وده عن طريق ايه؟ تزويد الفلاحين بكل ما يلزم للزراعه، وادخال اساليب حديثه وغلات زراعيه حديثه، كما انشا مدارس للزراعه وقام بتحسين طرق الري. وطبق نظام الابتكار في الزراعه، نحدد انواع البلاد واثمان شرائها واثمان بيعها. نتكلم في الصناعه، اللي قام محمد علي بتطوير الصناعه وتحديث الانتاج الصناعي. الدليل على ذلك انه اقام مصانع حكوميه زي مصنع الغزل والنسيج ومصنع الورق ومصنع السكر وجمع الصبيه للعمل بمصانع الدوله بجذور رمزيه والاستعانه بالخبرات الاجنبيه، كما طبق نظام الابتكار في الصناعه وامد الصناع بالمواد الخام وقام بشراء المنتجات الصناعيه. ثالث حاجه التجاره، اللي نشطت التجاره الداخليه والخارجيه بسبب ازدهار الزراعه والصناعه والاستقرار الداخلي، كما طبق محمد علي نظام الاحتكار في التجاره وقام بتسويق جميع الحصادات الزراعيه والبيع للاجانب والبيع في الخارج لحساب الحكومه واحتكار تجاره الواردات. يبقى محمد علي طبق نظام الاحتكار في الزراعه والصناعه والتجاره. نتكلم على النقل والمواصلات. هل اهتم محمد علي بالنقل والمواصلات؟ نعم، والدليل على ذلك قام بتمهيد الطرق البريه والبحريه، وقام ببناء السور في البحرين الاحمر والمتوسط، كما حفر الترع وقام بتطهير البحر الاحمر من القراصنه، كما عرض القنصل الفرنسي على محمد علي حفر قناه تصل ما بين البحر الاحمر والمتوسط، ولكن رفض محمد علي خوفا من ان تكون هذه ذريعه للتدخل الاجنبي في شؤون الدوله المصريه. البناء الاجتماعي، اللي كانت سياسه محمد علي الاقتصاديه اثر في تشكيل وقوه البناء والقوى الاجتماعيه في مصر، الدليل على ذلك اللي تمثلت في تدهور واختفاء قوى اجتماعيه وظهور قوى اجتماعيه اخرى، زي ايه؟ قال لي انها نفوذ المماليك واحل محلها سياسه محمد علي. اكيد اختفت قوى اجتماعيه وظهرت قوى اخرى، اللي اختفت نفوذ المماليك اللي احل محلها سياسه محمد علي. قال لي تضاءل نفوذ علماء الازهر، طب ايه اللي ظهر مكانها؟ قال لي طبقوا الاعيان وعمال الصناعه مع استمرار طوائف الحرب، وتدهورت طبقه التجار وظهرت قوى البلد قوى اجتماعيه مستقره. نتكلم عن التعليم والثقافه في عهد محمد علي. اهتم محمد علي بالتعليم والثقافه. طب ليه؟ قال لي احتياجه موظفين بسد حاجز المصالح الحكوميه وفنيين متخصصين. الدليل على انه اهتم بالثقافه رقم واحد المدارس الحديثه، اللي قام بانشاء المدارس الحديثه زي الطب والزراعه والهندستان والمهندستان. ارسال البعثات العلميه الى اوروبا زي بعثه الفقيه رفعت الطاوي وعلي باشا مبارك. الاستعانه ببعض الاساتذه الاجانب للتدريس في المدارس العليا والمساهمه في الترجمه. وانشاء المطابع الاميريه في بولاق، طبع الكتب، طبع الكتب الادبيه والفنيه وكتب المدارس واصدار صحيفه الوقائع المصريه. بناء القوى العسكريه، هل اهتم محمد علي ببناء قوى عسكريه على الطراز الاوروبي الحديث؟ طب الدليل على ذلك عمل ايه؟ قال لي قام باعداد الضباط. اول حاجه اهتم عن طريق انشاء المدارس العسكريه زي المدرسه العسكريه في اسوان، واستخدم ضباط ومعلمين زي الكولونيل
سيف وهو احد ضباط جيش نابليون. اعداد الدرون قام في البدايه بتجنيد السودانيين في البدايه، بعد ذلك قام بتجنيد المصريين الذين اثبتوا كفاءتهم في الانتظام في التدريب واطاعه الاوامر وما يلين القتال وفاته. انشاء الاسطول، اهتم محمد علي بانشاء اسطول واسس ترسانه بحريه لصناعه السفن في بولاق ثم الاسكندريه، واعد اماكن للتدريب وتعليم البحاره والجنود. انشاء مصانع الاسلحه، الف انشاء ترسانه في القلعه لتصنيع الاسلحه. البناء السياسي، الاعلام تولى محمد علي الحكم في بدايه اعاده تنظيم الاداره اللي حيث تكفل له السيطره او تكفل له السيطره الكامله في شؤون البلاد. اول حاجه عملها قسم مصر اداريه الى 7 مديريات على راس هذه النظام الاداري حكومه مركزيه كان مركزها القاهره. اثنين، انشاء عده مجالس ودواوين زي مجلس المشوره والديوان العالي، كما اصدر لائحه جديده عن 1837 لاعاده تنظيم الاداره. يبقى احنا النهارده اتكلمنا مع بعض على البناء الاقتصادي، اتكلمنا عن البناء الاجتماعي، تعليم الثقافه، وبناء القوى العسكريه. اخر حاجه التعليم والثقافة، وشكرا.